السلام عليكم. عليكم السلام، من هو يا سادة السلام، رمضان كريم. عليكم علينا يا ربي، من هو يا داود سلمان جميل من عمارة. داود سلمان جميل من العمارة، يا أهلا وسهلا بيك. يلا داود، أنت لون البنفسجي وأنا لون الأبيض، أوكي؟ يلا يلا ساعدينا في السلام، ترى صار لي من البداية أدق عليكم من أول يوم رمضان. والله العظيم يا داود، أقول لك شغلة، قولي. هاي اللعبة بالذات الوحيدة خبيثة يعني لا تقدر ترى ما تساعد عندي بيها بيها. حظ، انا من سنت العب صغير ومن لحد الان. ها؟ اقول لك ما عندي بيها حظ هي هاي. والله انا من كنت صغيرة العبها، غير تجي الحياة وتاكل بيها واقول يلا ما يخالف، الامل قريب الامل قريب. ويا من انا كل شيء ما شاء الله، اخي ما محظوظ ابدا. دول يا ملكة تفوز، دول يا الله هسه. يا الله تحسن لك يا هسه تمام يا داود، صعد الدرج بلكي انه تعبر. يا الله. داود بلعتك الحية المرحلة 49، رجعتك الى 11. كل شيء اعتذر منك ان شاء الله على ما اقول لك الايام الجايه، سيكون خطيب من بدايه رمضان لحد الان دا يتصل، احاول الخابر مره ثانيه بلكي تفوز بلكي انا افوز.